السلام عليكم. الله يمسيكم بالخير ويبارك فيكم وفقنا الله وياكم حبي ارضى. ما بعد، احمد في قمر، يعني احد الاخوان كلمه خاص يقول لي عندي طير في دود ابي اشدره، هل اشدره الحين ولا لا؟ يقول صار له تقريبا اعطيته حبه ونسيت اليوم، تقريبا صار له تقريبا 10 ايام، هل اعطيه حبه ثانيه ولا لا؟ ابي اشدر الطير. قلت له لازم الطير يكون سليم، الطير لازم يكون سليم عشان شذر باذن الله ما تضرر بشيء ثاني ولا هذا. المهم قال لي والله انا بقول لك وين حاط الحبه الثانيه. سبحان الله جت، يعني قلت الموضوع هذا لازم يجي، لان الحين ممكن الغبيه يسوي الحركه هذه، الا ما رحم ربي طبعا وفق انه يحط علاجاته بالدرج السياره ولا بمكان بالسياره. السياره من داخل لا جتها شمس، شو يصير؟ يصير ضغط داخل حراره، فالحبوب هذه تقلب سم على الطير مو علاج، فلا بد نحذر من هذا. قال لي حاط حبوبك، أنا صح نصيحة، حاط حبوبك بالسيارة يكرم ما يسمع للزبالة، عطوا يطهن لضح بطيرك على شيء ما يسوى يعني. والأمر الثاني أعطى الطير الماء، ترى الطيور اللي ما يشرب ماء من القص يعني ما أنت معودة، بس برقع تده وبرقع هذا حاول ترش له بالمرش على عرف، ترى لا يصير فيه جفاف وترتع بالطير ذي عم تقول والله ما ادري شو وضعه اليوم، ما طرد اليوم ما ادري شو، ترى الجفاف يصكه من الامور واهمال الكثير يعني من الناس. لابد انكم يعني باذن الله تدارون طيوركم حتى تسلموا باذن الله. عسى الله يسلمنا وياكم جميعا، يسلم ووفقنا وياكم والمسلمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.